إذن يعني بلغة الأرقام، القارة الإفريقية بتعاني معاناة شديدة منذ عقود طويلة صحيا، خلل في البنية الصحية، تدهور في تقديم الخدمات. من الأرقام يعني إذا تحدثنا بلغة الأرقام التي ذكرت في الجلسة الافتتاحية، نتحدث عن أنه أعلى معدلات الوفاة على مستوى العالم في القارة الإفريقية تصل إلى حوالي 40% من حالات الوفاة عالميا، 25% من الأمراض المستوطنة عالميا موجودة بالقارة الإفريقية، هناك طبيب لكل 10,000 مواطن إفريقي، يعني هناك تدهور شديد الفترة الماضية. لكن كما تابعنا في هذه الجلسة، هناك يعني سعي حقيقي لمحاولة التعاون ما بين الدول الإفريقية، إرادة سياسية حقيقية للدفع بمنظومة الرعاية الصحية للأمام. مؤتمر الطبي الإفريقي الأول الذي تستضيفه القاهرة يعقد تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، لتحقيق منصة مستدامة ولكي تكون مصر مركزا إقليميا علميا وطبيا في الفترة المقبلة. لمزيد من التحليل ومتابعة هذا المؤتمر ينضم إلينا هاتفيا دكتور خالد فهمي، الخبير في الشؤون الإفريقية. دكتور خالد، بعد التحية، مؤتمر ومعرض يعزز الحضور الإفريقي لمصر في هذه القارة، كيف تقرأ الرسائل وراء عقد هذا المؤتمر الفريد من نوعه والذي يعقد لأول مرة بمصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل التوفيق إن شاء الله لمصرنا الحبيبة واستمرار التنمية ودفع عجلة التنمية والجهود المصرية تجاه القارة الأفريقية. مثل هذا المؤتمر بيؤكد الجهود المصرية لدعم المواطن الأفريقي والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات. صحة أفريقيا، صحة المواطن الأفريقي، ده بند مهم جدا، ويمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الاستثمار في البشر بشكل كبير. فالمواطن الأفريقي طبقا للإحصائيات اللي حضرتك أضعتها، يمكن القارة الأفريقية عانت كثيرا من المشكلات الصحية وال يعني عدم الدعم الصحي، ويمكن كان آخر المشكلات جائحة كورونا، وإن القارة الأفريقية ما خدتش حظها من اللقاحات والتوزيع العادل لهذه اللقاحات. فإذا مؤتمر في حجم هذا المؤتمر ويعقد لأول مرة في مصر، ده بيؤكد الدعم المصري في المجال الصحي بجانب الدعم المصري في المجالات الأخرى الصحية والسياسية والاقتصادية. المواطن الأفريقي هو أساس التنمية زي ما قلنا. صحيح. عندنا قوة بشرية في القارة الأفريقية 1.3 مليار نسمة، 60% منهم في قوة العمل. إذا أهملنا صحة المواطن الأفريقي مش هيكون في تنمية، مش هيكون في تقدم، مش هيكون في أي معدلات إحنا عايزينها تتحقق في القارة خلال الفترة القادمة. قارة أفريقيا اللي بنحلم بيها قارة مزدهرة بأبنائها بشبابها بمشروعاتها بمواردها، هو ده اللي بنأمل فيه طبقا لأجندة 2063. صحيح. أيضا يعني من مزايا هذا المؤتمر والمعرض عقد العديد من الصفقات ما بين الشركات العالمية المشاركة. نتحول الآن مباشرة إلى مركز المنارة لمتابعة هذه الجلسة. بعد قليل نستكمل، أنا عفوا للمقاطعة دكتور خالد، نستكمل معك الحوار. كنت أتحدث معك الآن حول عقد الصفقات ما بين الشركات، نتحدث عن حوالي 350 شركة عالمية في مجال القطاع الطبي.